الجميله لقاء سويدان. برحب بيك النهارده من داخل مهرجان الاسكندريه. اهلا بيك. عايزين نعرف ايش ياكل الاول. ربنا يخليك. ميرسي. اتفضل. الدرس ايمن لحموني، انا بشكره جدا طبعا على الفستان. طبعا النهارده مبسوطه جدا بتكريم النجمه الكبيره نبيله عبيد والاستاذ محمود قبيل والمخرج الكبير محمد فاضل. مهرجان اسكندريه مهرجان محبب قوي لقلبي، ودايما بصراحه بحب اشوف كل زمايلنا واحب اشوف الافلام اللي موجوده فيه، وبهني طبعا الامير أباظة على كل سنه اختياره للجان التحكيم واختياره للمكرمين واختياره لصاحب الدوره، فان شاء الله باذن الله تبقى دوره ناجحه. الله يرحمه. والله يعني طلعت كان انسان جميل جدا، وكان ممثل كبير ومختلف ومحترم، فربنا يتغمده برحمته يا رب، وان شاء الله هو الجنازه بتاعته بكره هنا في اسكندريه برضو باذن الله. الجزء الثالث من البيت الكبير، وعندي مفاجاه كمان مش هقول عليها دلوقتي بس ان شاء الله هتظهر في خلال اسبوعين. هي حاجه بين الدراما والبرامج، ان شاء الله تظهر قريب باذن الله في خلال يعني اسبوعين ثلاثه. اشكرك.